سلاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الغاز عن الدول الاوروبيه لاجبارها على التخلي عن دعم اوكرانيا فشل وفقا لصحيفه وول ستريت جورنال الامريكيه فاسعار الغاز والكهرباء قد انخفضت والقاره العجوز وضعت خططا وبدائل لتخطي ازمه الطاقه فيما تدهورت موارد روسيا الماليه بسبب فشل سلاح الغاز. صحيفه وول ستريت جورنال قالت في تقرير لها ان الاجراءات الروسيه قد تسبب مصاعب خطيره بعده دول اوروبيه لكن المرجح ان مخطط بوتين سيفشل وان اوروبا ستتخطى فصل الشتاء دون نفاذ الغاز الحكومة الأوروبية ترى أن مناورة بوتين تتمثل في قطع إمدادات الغاز الطبيعي لإلحاق الأذى بالأسر والشركات الأوروبية حتى ينقلب السكان ضد سياسات أوروبا المتمثلة بدعم أوكرانيا وفرض العقوبات ضد روسيا خطط بوتين ستذهب في الهباء تقول الصحيفة بمجرد انتهاء هذا الشتاء فنفوذ بوتين على امدادات الطاقه في اوروبا سوف يتلاشى بشكل كبير ناهيك عن الضرر الاقتصادي الذي لحق بموسكو فقد اظهرت بيانات الحكومه الروسيه الصادره مؤخرا عجزا كبيرا في الميزانيه خلال شهر اب الماضي وفي الوقت الذي تؤكد الصحيفه ان يكون لدى الاتحاد الاوروبي ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء تحذر واشنطن ومعها القاره العجوز من الطريقه التي قد ترد بها روسيا على انتكاساتها في اوكرانيا. ما يحصل بين روسيا والاتحاد الاوروبي وواشنطن يمكن تشبيهه بسياسه عض الاصابع، فهل سيكتفي احد اطرافها بسحب يده؟ ام ان الامور ستتطور الى ما هو ابعد من هذه السياسه.